خلي الدكتور يدير لك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ أعمال الندوة العلمية الإلكترونية الموسومة بالذكاء الاصطناعي وإنعكاساته على النظام المالي. وفي البداية نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لمركز التعليم المستمر في رئاسة جامعة تكريت وعلى رأسه الأستاذ المساعد الدكتور سياف عبد حسين مدير مركز التعليم المستمر على إتاحة الفرصة لنا لإقامة هذه الندوة وإدارتها. وشكر موصول للأخ الأستاذ محمد على الإدارة الفنية لهذه الندوة. الحقيقة أن الندوة كما ذكرت لحضراتكم تقام تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وإنعكاساته على النظام المالي. فلعل التسابق بين الشركات لا سيما المتعددة الجنسيات وكذلك الدول للحصول على البيانات وامتلاكها وجمعها ثم تحليلها وتصنيفها واستخراج تنبؤات أو معايير معينة تمثل في النهاية قيمة يتم خلقها من تلك البيانات الضخمة قد أصبح سمة العصر الحاضر وربما العصور القادمة أيضا، مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة مما بات يسمى بالثورة الصناعية الرابعة، وما جسدته من انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي غزا كل مجالات الحياة من عامة وخاصة، فأضحى حقيقة دامغة لا يمكن إنكارها والتغافل عما تشهده من إشكاليات في مقابل ما تقدمه من مزايا لم نكن نحلم بها حتى قبل سنوات قليلة، فباتت في متناول الجميع مما خلق جو من الانبهار والتعلق بها والتوق لاستخدامها والاستفادة منها، وفي الوقت ذاته التخوف من تبعاتها السلبية التي تم التحذير منها من أقرب الناس إليها من العاملين على تطويرها شتى، لا مجال لتفصيلها في هذا المقام. ولا شك أن مجال القانون بشكل عام بما يحمله من نصوص ومبادئ وقرارات وسوابق قضائية سيكون محورا من محاور التأثر والتأثير بهذه التقنيات، ذلك أنها تمثل تحديا للقواعد التقليدية للقانون كونها تجعل هذه الأخيرة قاصرة عن إحكام سيطرتها وسيادتها على الكثير من آليات الذكاء الاصطناعي، وإن استطاعت أن تحكم بعض أو سيطر على بعض تلك التقنيات البدائية منها، وربما تكون قواعد القانون المالي واحدة من أكثر فروع القانون العام منها والخاص تأثر وتأثيرا بتلك التقنيات بحكم الجانب المالي المهم في الإنتاج وابتكار هذه التقنيات ومن ثم استثمارها، لا سيما الحاجة الماسة فيها إلى المال، المال الضخم جدا الذي لا يتوفر لدى الكثير من الدول، ما يشكل عقبة في وجه منافسة الدول المتقدمة في هذا الشأن، وكذلك الشركات التكنولوجية العملاقة ذات الإمكانيات المادية والمالية بالتحديد العالية التي تفوق إمكانيات الكثير من الدول الفقيرة. وعلى هذا الأساس يجب علينا الخوض في غمار هذا الموضوع ومحاولة تفصيله، وذلك عبر ثلاثة محاور. يخصص المحور الأول للتعريف بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وسيتولى الحديث فيه الأستاذ المساعد الدكتور زيدون طارق عبد الوهاب، الأستاذ المساعد في كلية علوم الحاسوب والرياضيات بجامعة تكريت جمهورية العراق، فيما سيتولى المحور الثاني
الذي خصص لاستخدام الذكاء الاصطناعي في ترشيد الإنفاق العام الأستاذ المساعد الدكتور نجات إدوارد ناشد، وكيل معهد القوى العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات في جمهورية مصر العربية. أما المحور الثالث فسيكون بتطويع الذكاء الاصطناعي للارتقاء بخدمات الإدارة المالية الحكومية، وسيخوض غماره الأستاذ المساعد الدكتور علي عباس نعيم التدريسي بكلية القانون بجامعة البصرة جمهورية العراق. وقبل أن نفتح المجال للأستاذ المساعد الدكتور زيدون طارق عبد الوهاب القيسي بإعطاء ملخص حول ورقة العمل لهذه الندوة والخاصة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، نود أن نعطي ملخصا عن السيرة الذاتية للأخ المساعد الدكتور زيدون طارق عبد الوهاب القيسي. فهو حاصل على بكالوريوس هندسة برمجيات وماجستير هندسة برمجيات ودكتوراه في الذكاء الاصطناعي، وهو أستاذ مساعد في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في قسم علوم الحاسوب بكلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة تبريز في جمهورية العراق. الأستاذ المساعد الدكتور زيدون طارق عبد الوهاب القيسي، الكلمة لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لمركز التعليم المستمر لإقامتي بهذا الندوة، وشكرا جزيلا للأستاذ الدكتور أحمد الدخيل على هذه المقدمة الرائعة ولتحدي الفرصة لنا بالمشاركة في هذه الندوة. والأستاذ الدكتور أحمد الدخيل مشهور اللي هو في جامعة تكريت بمعلوماته القيمة في المجال القانوني والمجال المالي، وما شاهدته الآن هو معلوماته القيمة للذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور أحمد الدخيل. إن شاء الله المحور الأول سوف يكون عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته القيمة على مسامعكم الكريمة. أنا زيدون طارق عبد الوهاب، أستاذ مساعد في قسم علوم الحاسوب كلية علوم الحاسوب والرياضيات جامعة تكريت. بداية خلي نتكلم على الذكاء الاصطناعي. فهو استخدام أجهزة الكمبيوتر في مهام سابق يحتاج إلى تعاون بشري، حيث يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات بطرق لا يستطيع البشر القيام بها. لذلك تعرف محاكاة عمليات الذكاء البشري بواسطة الآلات، وخاصة من هذه الآلات هي أنظمة الكمبيوتر بأنواعها بالذكاء الاصطناعي. فيمكن أن يعرف الذكاء الاصطناعي باللغة الإنجليزية وعبارة عن برانش من الكمبيوتر ساينس بشكل مختصر that make the machines think like a human. إذن هو بشكل مختصر نقول how to make the machines، المكان اللي نقصد بها الكمبيوترز، تفكر مثل الإنسان. الهدف من الذكاء الاصطناعي هو بناء تطبيقات قادرة على محاكاة القدرات البشرية. من هذه القدرات هي مثلا موضوع التعرف على الأنماط اللي نسميه pattern recognition، سواء الأصوات، إشارات الدماغ، إشارات القلب أو الصور، واتخاذ القرارات والاستجابة بكفاءة عالية تحاكي العقل البشري، أو بصورة أخرى خلينا نقول مثل العقل البشري. لذلك نجد أن استخدامات في مجالات الذكاء الاصطناعي تعددت في تنفيذ وظائف شبيهة للبشر.
من هذه الوظائف أو الأنظمة اللي تكون يفرع من الذكاء الاصطناعي أو تطبيقاته هي الأنظمة الخبيرة الإكسبير سيستمز ومعالجة اللغات الطبيعية اللي هي يسموها الناتشرال لانجويج بروسيسنج اللي تدخل في مجال القواميس وتمييز النصوص وموضوع التعرف على الكلام اللي هو السبيش ريكوجنيشن والكمبيوتر فيجن باللغة الإنجليزية ورؤية الآلة هي أبسط مثال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. نجي الآن إلى فروع الذكاء الاصطناعي. من فروع الذكاء الاصطناعي اختارنا هاي الفروع اللي هي الفروع الرئيسية اللي هي الكوجنيتيف كومبيوتينج والكمبيوتر فيجن والماشين ليرنينج، هنا الرؤية الحاسوبية وخوارزميات تعلم الآلة اللي من خلالها نقدر نميز الوجوه، نميز الصور، وموضوع الشبكات العصبية اللي هي النيورال نيتورك اللي هي تعتبر من خوارزميات تعلم الآلة، والديب ليرنينج اللي هي خوارزميات التعلم العميق اللي هي حاليا أحدث ثورة هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي تعتبر خوارزميات متقدمة من الشبكات العصبية، وآخرها هو الناتشرال لانجويج بروسيسنج اللي هو معالجة اللغات الطبيعية. نجي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تطبيقات الذكاء الاصطناعي جدا واسعة، فهو كل فيلد من يعني كل مجال من هاي المجالات هو علم بذاته. فاختارينا المرور على هاي التطبيقات لغرض التعرف عليها لربما ناس غير مختصين في مجال الذكاء الاصطناعي، فهاي التطبيقات راح تفيدهم مثلا اللي مختص بالمجال الصحي او المجال الطبي، المختص بالمجال الميكانيكي، بالمجال المالي، بالمجال الزراعي، خلينا نقول بالهندسه الزراعيه او في مجال دار الاقتصاد، خلينا نقول فهاي التطبيقات ان شاء الله راح تفيدهم. التطبيق الأول هو تطبيق الهيلث كير اللي هو استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحي، خلينا نقول في الرعاية الصحية، وأيضا استخدامه في مجال السيارات الأوتوموبايل أو السيلف درايفنج كار اللي هي السيارات ذاتية القيادة، استخدامه أيضا في الجانب المالي، استخدامه بالمراقبة بالسيرفايلنس، واستخدامه بالسوشيال ميديا. حاليا أغلب السوشيال ميديا هي مبنية على الذكاء الصناعي والانترتينمنت الجانب الترفيهي والإدوكيشن التعليمي والسبيس إكسبلوريشن اللي هي نفس تطبيقات الروبوتكس وتطبيقات الجيمينج اللي هي الألعاب وتطبيقات الزراعية وتطبيقات التجارة الإلكترونية. هنجي على التطبيق الأول اللي هو استخدام الذكاء الصناعي بالهيلث كير اللي هو في الرعاية الصحية. تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جانب الرعاية الصحية أو الجانب الطبي جدا كبيرة. من هذه التطبيقات مثلا تطبيق الدراج ديفلوبمنت اللي هو صناعة العقار، العقار غير الطبية، فالعقار غير الطبية يتم صناعته خلينا نقول باستخدام الذكاء الاصطناعي اللي هي تعتمد على الأمور الكيمياء. موضوع الميديكال دايجنوزز، الميديكال دايجنوزز هنا قصدنا به انه مثلا تمييز الناس اللي خلينا نقول بين كوفيد، الناس اللي عندهم برين تيومر مثلا اللي هو اورام الدماغ، تمييز الكسور خلينا نقول عن طريق الصور مال الرنين او صور الاشعه، تطبيقات كثيره بالميديكال دايجنوزز. موضوع ايضا الدوز ايرور ريدكشن، دوز ايرور ريدكشن هنا يستخدم مثلا بالموضوع الانسولين بامب اللي هو البامب الخاص بالانسولين مثلا ينظم الجرعة اللي يحتاجها المريض، كل هذا يتم من خلال الذكاء الصناعي. موضوع البحوث الكانسر، كيفية ايجاد الكانسر من خلال الصورة الطبية وتحديده ليتم معالجته من خلال الطبيب، فهنا خلينا نقول بحوث الذكاء الصناعي أو تطبيقات تساعد الأطباء في تحديد هل هذا كانسر أو مو كانسر. تطبيقات واسعة أيضا مثل روبوتك هذا أسيستيف
ديفايس عند السيرجري مثلاً يستخدم الروبوت كمساعد. حالياً هناك تطبيقات كثيرة للروبوت مثلاً في تبديل المفاصل، حالياً تجري باستخدام الروبوت ممكن خلال أيضاً أي روبوت أنه مثلاً طبيب من ألمانيا يقدر يسوي مثلاً عملية بالعراق. لذلك الـ AI as assistive robot بالسيرجري بالمجال الطبي له مجال واسع، خلينا نقول nowadays يعني حاليا. موضوع الـ Gene Editing أيضا هم موجود في الكشف عن الجينات، يعني موضوع الـ DNA ومطابقة الـ DNA. أيضا الذكاء الاصطناعي له بصمة كبيرة في هذا المجال. أيضا موضوع السايبر سيكيورتي اللي هو الأمن السيبراني أيضا يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي مثلا في حماية البيانات، كون هذه البيانات بالجانب الصحي والجانب الطبي لها أهمية، يعني موضوع البرايفسي فيجب الحفاظ عليها. أيضا موضوع كشف الاحتيال فتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الهيلث كير جدا واسعة، وحاليا الباحثين اللي يشتغلون بهذا المجال نسبة النشوة عندهم تكون متزايدة، وبحوثهم إذا كانت في جودة عالية راح تلاقي قبول نشوة سريع في المجلات الرصينة. أيضا موضوع الذكاء الاصطناعي في مجال الأوتوموبايل، في مجال السيارات، في مجال السيارات بما أنهم السيارات الحالية الحديثة زودة بعدد كبير من المتخصصات اللي هي GPS، الالتراساوند سنسور، الرادار سنسور، الرادار سورس سنسور، فراح يساعد خلينا نقول في النافيجيشن في الملاحة للسيارات ذاتية القيادة أو حتى وين كانت مو ذاتية القيادة، فأيضا راح يساعد السائق بنظام الملاحة. إضافة إلى الخواص أخرى مثلا تقليل نسبة صرف الوقود، إيجاد المسار الملائم أو المسار الأسرع إذا كان هناك أكثر من مسار، إذا عنده في التارجت معين في الهدف معين يريد يوصل السائق، فبهذه الحالة راح يقلل من نسبة صرف الوقود، راح يحافظ على السيارة وراح يقلل من وقت الوصول. فتطبيقات الذكاء الاصطناعي جدا واسعة في مجال السيارات. نجي على تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال السيرفيلانس، في مجال المراقبة، في تطبيق جدا واسع في مراقبة السيارات، في مراقبة الأشخاص. فلو فرضنا أنه مثلا موضوع الكاميرا في الترافيك لايت بالترافيكس، فهنا راح يفيدنا يخرج الذكاء الاصطناعي في تحديد السيارات، خلينا نقول اللي تتجاوز الإشارة، أو اللي إذا كان عندنا هناك سيارة معينة مثلاً مطلوبة للأجهزة الأمنية، فمن خلال الذكاء الصناعي راح تكون مراقبة ريال تايم بالزمن الحقيقي، فيقدر يلتقط الرقم مال السيارة وميزه ويرسل الجهات المختصة ويحدد المكان اللي يأخذ به الصورة. إضافة إلى مراقبة الأنشطة مال الناس اللي هي Human Activity Recognition، في إذا كان هناك تجمع معين خلينا نقول مثلاً بالمدرسة بالجامعة أو أي تجمع، في حالة حدوث abnormal activity مثلاً شخص أغمى عليه أو صار فد مشاجرة أو صار فد حادث قتل، فبإمكان الذكاء الاصطناعي تمييز هذا الحدث abnormal اللي هو الغير اعتيادي وإرسال فد ألارم للجهات المسؤولة عن هذا المكان لغرض خلينا نقول معالجة الموضوع. فتطبيقات الذكاء الاصطناعي أيضا جدا واسعة في مجال السيرفيلانس ومجال السيكوريتي. أيضا تطبيقات الذكاء الاصطناعي جدا واسعة في مجال السوشيال ميديا، في أز ريكومندر سيستم مثلا لو تشوفون حضراتكم هسه لو تشوف دور مثلا على فيديوهات تعلم اللغة الإنجليزية، فبعد فترة راح تجي تطلع لك هواية فيديوهات
لتعلم اللغة الإنجليزية، أو تدور على مثلاً على أماكن سياحية، تدور باليوتيوب بعدها راح يدي أعرض لك هواي خلينا نقول فيديوهات مشابهة، كون إنه هذا ركومندا سيستم مبني على الذكاء الاصطناعي، خوارزميات الذكاء الاصطناعي. أيضا بالسوشيال ميديا الذكاء الصناعي يفيدنا، مثلا إذا تشوفون حضراتكم هسه حاليا مثلا لو مرة كتبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا وارسلتها لصديق، بعد فترة مجرد أنت تكتب أرسل رأسني يكمل لك إياها هو ويقترح لك، فيعطيك تيكست سجشن يعني يقترح لك كلمات، وهذا هو خلينا نقول أثر الذكاء الصناعي بالسوشيال ميديا. أيضا عندنا تطبيق آخر للذكاء الصناعي في مجال الانترتينمنت والفيرتشوال رياليتي بالجانب الترفيهي خلينا نقول، والواقع الافتراضي للذكاء الصناعي له بصمة كبيرة في صناعة المحتويات والكائنات خلينا نقول والبيئة الافتراضية. إضافة إلى مثل ما قلنا لحضراتكم أنه أيضا ممكن نقول مواضيع التي في سجستشنز أو يعني التي في شو سجستشن أو الموزيك أيضا نقدر نعتبرها كجانب ترفيهي للتطبيقات الذكاء الاصطناعي. أيضا إذا دورت على أغنية مثلا أو موسيقى معينة راح يعطيك خلينا نقول سجستشنز لموسيقى أو أغاني مشابهة مثلا. تطبيق آخر مهم للذكاء الاصطناعي هو الشات بوت اللي موجود حاليا بتطبيقات الإيكوميرس اللي هو روبوتات الدردشة، فأكيد هاي مرة حضراتكم حاليا أغلب البيجات اللي نقول بالعامية بيها خلنا نقول موضوع الشات بوت، فمجرد أنت تكتب له رأسا يعطيك الرد الآلي راح يجاوبك، ف على غير الأسئلة اللي تسألها حضرتك راح يعطيك راح يشوف شنو السؤال وشنو الجواب المناسب، فغالبا تكون الأجوبة هي مناسبة للأسئلة اللي تم سؤالها. أيضا يستخدم بالموبايل إدوكيشن الذكاء الصناعي في عمليات التصحيح الآلي، ويستخدم أيضا بالأوتوماتيك أتندنس وجدولة الدروس. بالروبوتكس الـ AI بتطبيقات جدا واسعة اللي هي من المجال الطبي بالمجال الصناعي في مجال الـ Space Exploration خلينا نقول في مجال الفضاء، فيصعب خلينا نقول استكشاف هاي الأماكن اللي هي هاي الصورة الفضائية، بينما يسهل عن طريق الروبوت كون خلينا نقول الانفايرمنت هنا تكون عن ستراكشر خلينا نقول، فيقدر الانسان يمشي بهاي المنطقه بسهوله، بينما الروبوت ممكن يعني يكون يمشي بهاي المناطق الوعره خلينا نقول. اضافه الى ارسال صور انيه يا اما يتم معالجتها داخل الروبوت او داخل الانظمه السيطره اللي يسيطر على الروبوت. تطبيق الروبوت بالزراعة بالأغريكلتشر، تطبيق الروبوت بالأغريكلتشر أيضا جدا واسع، وهذا أيضا يفيد الإخوان المختصين بالأغريكلتشر أو الأغريكلتشر الإنجينيرينج، فيستخدم خلينا نقول باستفادة من الذكاء الاصطناعي في موضوع الوذر فوركاستينج اللي هو التنبؤ بالطقس. فلو فرضنا مثلا الفلاح او الزارع مثلا حنطة ويريد وما كان موجود الاي اي مثلا فما ومطرت، هي الحنطة يجوز مستوية ومطرح عليه هنا راح يتلف المحصول مالتي، بينما وجود الاي اي هنا راح يساعد الفلاح او الجهة المسؤولة عن الفارمنج ب يعني موضوع الكروبنج او الهارفست للمحصول بالوقت المناسب اللي يحقق خلينا نقول ارباح جدا عاليه. فهنا خلينا نقول ايضا بصمه اخرى للذكاء الاصطناعي.
موضوع ايضا هم جدا مفيد او مهم بالاجريكلتشر اللي هو موضوع البلانت ديزيز مونيتورنج اند ديتكشن، اللي هو اكتشاف الامراض سواء عن طريق الروبوتات او عن طريق الانظمه المحموله او عن طريق الطائرات بدون طيار اللي هي طائرات الدرون، فيكتشف المناطق او اللي بيها خلينا نقول نباتات مصابه ويتم تحليل هاي الصور وارسالها الى وحده السيطره لكي يتم ارسال خلينا نقول طائرات اخرى او روبوتات لمعالجه الاماكن الاصابه. الروبوت ايضا مهم في مجال الايكوميرس عفوا الارتفيشال انتليجنس، في مجال الايكوميرس ايضا تطبيقاته جدا واسعه اللي هي من ضمنها اندرستاندينج كاستمر بيهافير، انه يفهم سلوك الكاستمر الشوبينج اكسبيرينس مالته، شنو اكثر الشغلات اللي يسوي لها شوبينج اللي هو خلينا نقول من خلال الانظمه التجاريه الالكترونيه الانظمه المبيعات الالكترونيه. لو مثلا راح يدور على اطار سياره مثلا ف راح يقوم يسوي له سجستشنز لمجموعه اطارات اخرى، او اراد شراء سلعه معينه راح يجي يسوي له ريكومنديشن لسلع اخرى مشابهه بس من غير خلينا نقول منشئ. ايضا موضوع الذكاء الاصطناعي مهم بالتجاره الالكترونيه في من خلال الشات بوت اللي هسه حكينا عنه، من خلال الفراود ديتكشن كشف الاحتيال، من خلال بريدكشن للكوستمر لايف تايم فاليو يشوف شنو اللايف تايم فاليو مال الكوستمر، وايضا السمارت برايسنج من خلال المونيتورنج للماركت بيهيفير. ممكن انه خلينا نقول شركه معينه او شخص صاحب محل يبيع البضاعة بالسعر الفلاني، لكن السوق دي يتغير يعني الأسعار تصعد وتنزل، فالسمارت برايزنج هنا يفيدنا خلينا نقول احتمال يصعد السعر لو البضاعة من المنشأ صعدت، أو ينزل السعر لو البضاعة خلينا نقول نزل سعرها من المنشأ أو من الجهة المصدرة، في بهذه الحالة راح يكون هو مواكب للسوق ويقدر يحقق خلينا نقول ارباح عاليه ويتجنب الخساره. ايضا يفيدنا الاي اي بالاي كوميرس بالكوستمر شانل برودكشن اللي هو خلينا نقول لربما الكوستمر يسوي سبسكريبشن يعني يشتري في منتوج معين اونلاين وراها يرجع يسوي كانسل، فممكن انه من خلال يحلل انه شنو طبيعه المنتوج اللي يسوي له هذا اليوزر كانسل، من هم الاشخاص اللي يسوون كانسل للسبسكريبشن، وشنو الاوقات اللي يجوز يسوي بها كانسل للسبسكريبشن. ايضا ممكن يكون يفيدنا الاي اي بالايكوميرس بالانتليجنت ديماند فوركاستنج اللي هو التنبؤ بالطلبيات، فشنو الشغلات اللي ممكن انه يطلبها الزبون، فهنا خلينا نقول قبل نفعل الكميه راح يفيدنا الاي اي يقول انه هذا المنتوج نحتاج بعض من عنده، فهنا في الحاله راح تزيد نسبه المبيعات كون انه كل ما راح الكوستمر في منتوج معين راح يشوفه موجود، والا في غير هاي الخاصيه لربما ما تخلص يخلص المنتوج ويريد الزبون، وفي الحاله راح يخسر الشركه او الشخص صاحب المحل او الشركه يخسر بسبب عدم بيعها مثلا هاي السلعه. وايضا اللي يفيدنا الاي اي بالستوك ماركت برودكشن بمراقبه الاسواق الماليه، وايضا يفيدنا بالتريدنج بالتجاره من خلال الاناليسز للشركات المنافسه، يحلل الشركات المنافسه وايضا يسوي فوركاستنج للماركت يتنبا بالاسواق، وايضا ممكن يسوي اوتوماتيك تريدنج
يعني تجارة إلكترونية، خلينا نقول ممكن نسوي تجارة إلكترونية خلينا نقول أوتوماتيكية بدون تدخل المستخدم. قبل ما ننهي المحاضرة مالتنا أكو مصطلح حمين أحب أطلع حضراتكم عليه اللي هو Artificial Intelligence of Things، اللي هو أيضا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو مبني على فكرة إنترنت الأشياء. فترجمة الذكاء الاصطناعي لإنترنت الأشياء هو Artificial Intelligence of Things. فعند ربط الأجهزة مع بعضها عن طريق الإنترنت، سواء خلينا نقول الثلاجات الذكية أو الهوم أبلاينسز، الأجهزة المنزلية الذكية عن طريق الإنترنت، التحكم بخاصية الأطفاء والتشغيل، فهنا سوينا منظومة الإنترنت الأشياء. الـ Artificial Intelligence of Things هو عملية تحليل البيانات لهذه الـ devices اللي مربوط على الإنترنت، واتخاذ القرار على ضوء تلك البيانات. يعني إذا بينا في منظومة معينة للسيطرة على هاي الديفايسز الأجهزة، بحيث تأخذ البيانات وتتخذ القرار على ضوء تلك البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، عندي إذن حققنا مفهوم أو منظومة الـ Artificial Intelligence of Things. وتطبيقاته هي خلينا نقول درون ترافيك مونيتورينج، اللي هو خلينا نقول كيف نراقب الترافيك عن طريق الدرون حتى تتم المراقبه بشكل اسرع وفك الزخم المروري في مكان معين. ايضا تطبيق اخر هو الاوتونوموس ديليفري روبوت، اللي هي الروبوتات اللي تستخدم في عمليه الديليفري بالتوصيل، ايضا ما تكون مربوطه على منظومه الانترنت، وتحتاج الذكاء الاصطناعي في موضوع الروتينج اللي هو لايجاد المسار الاسرع، شلون تطبيق السياره، وايضا التحكم بها. ايضا مجال السمارت هيلث كير، ايضا هو ايضا حتى تطبيقات الارتفيشال انتليجنس اوف ثينجز. هنا عندنا الداتا تكون موجوده بالداتا سنتر، وهنا عندي في السنتر لجمع الداتا للمرضى خلينا نقول، او الاشخاص اللي يزورون المراكز الصحيه، وممكن انه يكون الشخص خلينا نقول بالبيت مربوط على مجموعه متحسسات، وهاي المتحسسات ترسل عن طريق منظومه الانترنت اوف ثينج توصل للداتا سنتر. فالداتا سنتر هنا عندنا خلينا نقول في النظام يحلل هاي البيانات مالت اليوزر، الأربعة مثلا كان مراقبة المريض من ناحية الاي سي جي، دقات القلب مالته، راقني على جهاز مال إشارة الدماغ الاي جي، مثلا إذا شخص مثلا كان بصرع فرح يراقبه في حال قبل حدوث النوبة مثلا، راح يقدر يعطي فد ألارم انذار لأهل المريض حتى يقدرون خلينا نقول يروحون له ويعالجوا اثناء حدوث النبوة مثلا، او اذا كان بي اي سي جي مثلا في عنده مرض القلب وراقين عليه الاي سي جي سنسر، فحال حدوث اي مشكله مشكله قلبيه عنده راسا، هنا الداتا سنتر او السنتر مال الكنترول على المريض راح يقدر يرسل له سياره اسعاف او يرسل له طياره، يعني حسب المنطقه وحسب الاليه. فاذا السمارت هيلث كير هو يعتمد على الذكاء الاصطناعي والانترنت اوف ثينك. نعم عفوا دكتور، زيدون لو حضرتك يعني مزعم عليك شويه تختصر لنا لانه حتى نقدر خلصت انا خلصت يعني خمس دقائق وخلصت. لا خلصت ان شاء الله.
الصناعية، لكن احنا نريد نضيف المجال ايضا بقية الاخوان حتى لا ان شاء الله ان شاء الله. معي دكتورة المقدمة الوافية كانت من جنابك. راحتك يبارك فيك ان شاء الله، جزاك الله خير. هنا عندنا بالسمارت هوم ايضا الارتفيشال اوف ثينجز موجود من خلال السيتنج اللي يسويها اليوزر للاجهزه، موضوع مثلا تفضيل الحراره المعينه، يشغل الجهاز الفلاني بالوقت المعين. فاذا هذا كان مربوط هذا المبرج عن طريق الذكاء الاصطناعي راح يحتفظ بالبريفرنسز مال هذا الشخص، شنو اللي يفضله، فاوتوماتيكيا يقوم يشغل اللي هي مثلا بأوقات معينة وحسب السيتنج مالتي حسب إعداداتي. قبل ما أنهي هذا البرزنتيشن عندي فت سؤال اللي هو how to publish high impact AI research. كون الذكاء الاصطناعي خلينا نقول حاليا هو تطبيقات مثل ما شفتوا حضراتكم بكل المجالات، فكيف نقدر نستفاد من عنده للنشر بمجلات عالية؟ فراح أشوفكم حضراتكم الإمباكت مالته وبعدها أقول لكم شكرا جزيلا لإصغائكم، وتعرفون علي الأسئلة إذا أكو أسئلة من حضراتكم. قبل ما أنهي بس أشوفكم الموضوع الامباكت مال الاي اي، اذا تشوفون هسه على مستوى جامعتك احنا خلينا نقول مجموعه باحثين مهتمين بهذا المجال والحمد لله وشكر الدعم موجود. ف حاليا 3 باحثين من كليه علوم الحاسوب والرياضيات اللي هو دكتور محمود السيد العميد وانا محدثكم زيدون طارق ودكتور محمد، وكلنا نشتغل بمجال الذكاء الاصطناعي. إذا تشوفون حضراتكم هسه هاي مثلا بيبر، هاي البحث جاي من 249 سايتيشن بسنة 2019، يعني من 2019 لحد الآن. بيبر أخرى جاي 287 سايتيشن من سنة 2020، ليش؟ كانوا مشتغلين بها على الكوفيد ومنشورة مجلة إكسبلور سيستم. هاي ان شاء الله ننظم عليها فد ورشة اخرى بالتنسيق مع الاستاذ الدكتور احمد الدخيل، نقدر نفيد بها حضراتكم اذا انتم المواهس، مجرد انه نخلي الذكاء الاصطناعي هاي اقرا المجلة كل شيء امباكت فاكتور، مجرد انه ندخل الذكاء الاصطناعي ويا المجال مالتنا مثلا ويا الاي كوميرس ويا الاجريكلتشر ويا الميديسين بامكاننا ننشر بهاي المجلات. فاحنا ان شاء الله جاهزين للجانب الفني ان شاء الله والعلمي فيما يخص الذكاء الاصطناعي والنشر مالتي. شكرا جزيلا دكتور احمد الدخيل على اتاحتنا المشاركه بهذا الورشة، وانا جاهز ان شاء الله لاي استفسار او سؤال. شكرا جزيلا للأستاذ المساعد الدكتور زيدون على هذه المحاضرة الرائعة والتفصيلات المهمة لموضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. مثل ما حضراتكم لاحظتوا الأخ الدكتور زيدون عرج على تعريف الذكاء الاصطناعي، تحدث عن فروع الذكاء الاصطناعي، عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، استعرض لنا مجموعة كبيرة من التطبيقات. ما بدنا أن نوقف دكتور زيدون، لكنه ضرورات إدارة الندوة وإفساح المجال لبقية المحاضرين هي اللي دفعتنا إلى أنه نوقف أو أنه نكتفي بهذا القدر من أخونا الدكتور زيدون طارق عبد الوهاب. والآن ننتقل طبعا، نرجو من الأخ الدكتور زيدون ألا يذهب بعيدا، يبقى إلى نهاية الندوة، لأنه أكيد راح يكون هناك أسئلة واستفسارات. أنا بالنسبة لي هيئة مجموعة من الأسئلة لحضرتك، لكن بنهاية الندوة إن شاء الله. الآن ننتقل إلى المحور الثاني إن شاء الله المخصص للأستاذ المساعد الدكتور نشأة إدوارد
ناشد وهو المخصص باستخدام الذكاء الاصطناعي في تشييد الإنفاق العام. قبل ما نفسح المجال للأخ العزيز الدكتور نشأة إدوارد ينبغي أن نعرف به. وأيضا يعني أحب أن أعتذر من أخوي العزيز وضيفنا الكريم الدكتور نشأة إدوارد على التأخير، وأنه كان كان يفترض أن يكون هو المحور الأول، لكنه ضرورات العلمية وضرورات أنه يكون المحور الأول خاص بالتعريف الذكاء الاصطناعي هي اللي دفعت أنه يكون أخونا العزيز الدكتور زيدون بالبداية، وإلا حضرتك ضيف علينا ويفترض أنه تكون بالبداية، لكنه مثل ما قلت لجنابك الأمر ما كان بإذنه، وإنما ضرورات البحث العلمي تقتضي ذلك. الأخ الدكتور نشأت هو أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات بجمهورية مصر العربية، وهو وكيل المعهد، وهو قائم حاليا بشؤون أو قميد المعهد في الوقت الحاضر، حاصل على دكتوراه في الحقوق قسم المالية العامة والتشريعات الاقتصادية والضريبية، وهو عضو في اللجنة العلمية بمجموعة كبيرة من الملتقيات والمؤتمرات العلمية، أكثر من مؤتمر ومجلة علمية، ناقش وحكم كثير من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه، حاصل على شهادات شكر وتقدير ودروع وميداليات من عدة جهات في مصر وخارجها، لديه أكثر من بحث علمي، أكثر من 150 بحث علمي منشورة في دول عربية وأجنبية. الأخ الدكتور نشأة إدوارد، الكلمة لكم فلتتفضل، مشكورا. شكرا أستاذ الدكتور أحمد الدخيل على المقدمة الرائعة وعلى حسن إدارتك للجلسة، وشكر موصول للأستاذ الدكتور وعد محمود رئيس جامعة تكريت، والأستاذ سياف عبد حسين مدير مركز التعليم المستمر. وأكون سعيد الحظ أن أكون وسط سادة زملاء الأستاذ الدكتور زيدون طارق، استفدت منه كثيرا، وكان حسن إدارة الجلسة أن يكون هو أولا لنتعلم منه كثيرا. ويسعدني أن أنتظر برضو الكلمة المميزة للأستاذ الدكتور علي عبد العباسي نعيم من جامعة الموصل، تقريبا كده الاسم صح من جامعة الموصل. وشكرا للأستاذ محمد خالد على الدعم الفني لهذا اللقاء، وشكرا للسادة الحاضرين من طلابنا والسادة الزملاء في الدول العربية وفي العراق. طبعا أنا كنت أتمنى أن أتكلم باستفاضة، لكن أحاول أختصر عشان خاطر وقت الطلاب. الصوت واضح حضراتكم كده ولا لا؟ ألو؟ واضح جدا دكتور، واضح جدا، استمر تفضل. طيب تمام. بداية تعريف بسيط للذكاء الاصطناعي، استخدام الذكاء الاصطناعي في ترشيد الانفاق العام. في مرادفات ما بين كلمة ترشيد الانفاق العام أو سياسة التقشف أو التوفير. التقشف عبارة عن استخدام سياسات منها أخفض الانفاق أو أزود الإيرادات ومنها الضرائب. يبقى دي ذات التقشف، إن أنا عايز يكون عندي موارد إن أنا أقلل تخفيض الإنفاق العام وأزود السياسة الضريبية، أو يكون مزيج بين الاثنين. والمصطلح الثاني اللي هو التوفير، اللي هو يعتبر ده ما يعادل اللي هو الاقتصاد في التصرفات أو الحرص أو الادخار، لكي يكون هناك توفير أقرب منه إلى البخل. أما المصطلح اللي بنستخدم فيه في موضوعنا النهاردة اللي هو ترشيد الإنفاق العام، وكلمة ترشيد معناها حسن التعامل مع الأموال المتاحة في اليد. ولما بتكلم على ترشيد الإنفاق العام، فأنا هنا أقصد تحديدا سياسة الدولة في إنفاقها للنفقات العامة اللي هي تؤدي عن طريقها خدمات للمواطنين في الدول. من خلال استخدامنا للذكاء الاصطناعي، أود أن أنا أتكلم في مجموعة نقاط سريعة وبسيطة وميسرة على فهم السادة الحضور، واسمحوا لي أن أتكلم بأكثر بساطة لتناسب مع طبيعة الندوة. أن أنا عندي بستخدم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية للحكومة عن طريق الخدمات المقدمة، أن أحصل على أكبر كفاءة، أحسن
أقل سعر وأعلى جودة في النشاط المالي للدولة. من خلال الذكاء الاصطناعي أنا بستعملها في أتمتة المهام الإدارية والتشغيلية، أن أنا بحافظ على الوقت والموارد الخاصة بأمور الدولة عشان أستفيد بمبلغ الإنفاق العام التي تهتم به الدولة في إشباع حاجات ورغبات المواطنين. من استخدامات الذكاء برضو اللي هو التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للحكومة عن طريق تخطيط أفضل للميزانية العامة للدولة. وطبعا الميزانية دي ناتج عقب نهاية السنة المالية، لكن بالنسبة للدولة بستخدم لفظ الموازنة العامة للدولة، وهو المبالغ المتوقع صرفها في سنة قادمة والمبالغ المتوقع تحصيلها عن نفس السنة اللي هي المقصود بها القادمة. طبعا من خلال تنبؤ بالاحتياجات ان انا بقدر اتوقع عن تنبؤ زيادة عدد السكان والطلب على الخدمات الحكومية الموجودة، وازاي انا ألبي احتياجات الافراد من الامكانيات او الخدمات اللي هي ممثلة في النفقة العامة لإشباع رغباتهم. طبعا من ضمن الحاجات اللي هي في مدام بتكلم على النفقات العامة، فلازم انا اتعرض للمطالب الضريبية، ودي لازم يكون عندي ليها معالجة. ان انا بقدر عن طريق الذكاء الاصطناعي اتوقع الايرادات الضريبية او الاموال، او اعمل عملية تسريع لوسائل او الاقتصاد في تحصيل الضرائب، او طريقة الفحص الضريبي علشان اكون محدد بدقة قيمة الضريبة المفروض دفعها من دافع الضريبة او الممولين. طبعا في عندي حاجة مهمة اللي هو خفض عجز الموازنة العامة، ومن هنا لازم انوه عن ان ضرور عجز الموازنه العامه ده شيء طبيعي ومتوقع في اي دوله ان يكون هناك عجز، لان هناك في ظروف غير متوقعه زي وباء الكورونا، حروب، وباء، زلازل، دي تطور ظروف غير متوقعه. فبالتالي من الطبيعي ما دام الصرف عليها واجب لحظه حدوث هذه الظروف الغير متوقعه، فلازم لابد ان يحدث هناك عجز. وطبعا مثال ليها زي الهجره بين الافراد بين الدول لبعضها نتيجه التقلبات السياسيه او البيئيه او الطقسيه او المناخيه. من خلال خفض العجز الموازنه العامه، ان انا لازم انا اسعى ان عن طريق الذكاء الاصطناعي ان انا اخفض قيمه النفقات العامه واعظم من قيمه الايرادات العامه اللي هي المتمثله في الضرائب. من خلال الذكاء ايضا ان انا يكون هناك في فرصه للتفاوض الحكومي مع أفراد معينين منهم الموردين، إن أنا ممكن أتعاقد مع شركات مصنعة أحصل منهم على سلع منتجة محليا، ويكون عندي مفاضلة بين أحسن سلعة موجودة. في عندي التفاوض برضو من ناحية المتعاقدين، إن هناك في تعاقد، وخاصة دلوقتي بعض الدول ومنها مصر بدأت تستعمل التعاقدات الإلكترونية أو نظام المنصات الإلكترونية، لأن أنا أحصل منها على أفضل سلعة ممكنة وأعلى جودة بأقل سعر ممكن بأقل شروط تعسفية تعوق توفير خدمة النفقات، توصيل النفقة العامة لمستحقيها. طبعا من ضمن التفاوض اللي هو الخاص بالحكومة برضو مع الموظفين، من خلال التعامل مع النقابات، ازاي ان انا احدد أجور اقل ما يمكن بالنسبة للدولة، في حين ان النقابات تضغط على السلطات العامة انها تتيح فرصة الحصول على اعلى راتب ممكن. وطبعا ده لازم يكون هناك في سياسات متبعة في هذا المضمار. طبعا من ناحية خفض التكاليف، لازم يكون في مراجعة تقييم جميع النفقات اللي هي اللي تتم صرفها على مدار العام، وتحديد المجالات التي تقبل تحسين الكفاءة، ان انا عشان اعظم من استفادة الخدمات المقدمة للافراد ان انا باقل تكلفة، وبالتالي لازم انا احدد المجالات اللي ممكن تقبل التحسين باستخدام الذكاء الاصطناعي. وطبعا التركيز على الانفاق الاساسي اللي هي السلع الاساسية والضرورية، وطبعا من ناحية اللي هي تحسين ادارة الموارد البشرية، زي مثلا اللي يمكن فيه هناك مقولة ان التكنولوجيا ضغط على العمالة، ازاي انا احد من زيادة العمالة البشرية واستغنى عنها بعمالة تكنولوجية او زيادة انتاجية. وهنا يمكن بنلاحظ ان احنا بنقول بالرغم ان التكنولوجيا بتوفر في الايدي البشرية او بترشد في استخدام الايدي البشرية، لكن في نفس الوقت
ما لا نخيف الافراد ان التكنولوجيا ايضا محتاجه افراد مهره يهم يشتغلوا بايه على اكبر قدر من العلم والثقافه والتعليم من اجل استخدام التكنولوجيا تعويضا للقوى البشريه المفقوده نتيجه الايه اللي طلع عنهم يعني فرص عمل بديله. طبعا بنضطر ان احنا نستخدم اعاده تصميم العمليات التشغيليه عشان خاطر نحصل على اعلى جوده ممكنه. في برضو استخدام الذكاء الاصطناعي في تتبع المخزون من خلال مراقبة وتسجيل كمية المخزون في وقت فعلي وليس وقت جرد سنوي. في عندي بحد طبعا مش بمنع أو أقلل، أنا بحد من خطر الشراء الزائد أو شراء غير كافي لبعض السلع أو الخدمات. طبعا تحسين إدارة المخاطر، ولازم ده يتطلب أن يكون في مراجعة دورية تسهل عملية المراجعة بالشكل اللي هو عن طريق تتبع المخزون من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي. طبعا في حاجة مهمة بالنسبة للدولة تستعملها اللي هو تحديد الموردين، اختيار المورد المناسب من خلال الالتزام الأخلاقي والبيئي والسلعي ومن ناحية السعر ومن ناحية الجودة ومن ناحية شروط وتوقيت التسليم للمواد الموردة للدولة. طبعا في عندي تقليل الهدر سواء كان النفايات العامة النفايات المادية زي الطبقات الطعام أو الأدوية أو حتى في البنية التحتية، لازم أن أنا أكون في استخدام آمن من خلال الذكاء الصناعي يقلل الهدر في الفقد، زي تقليل الهدر في الموارد المالية من ناحية الأجور والمرتبات والحوافز والمكافآت، وطبعا الهدر من الموارد البشرية أن أنا أستغل وقت العامل استخدام أمثل للحصول على كمية الإنتاج المطلوب منها لتلبية احتياجات العدد وخاصة مع زيادة السكان. قبل الأخير طبعا نحدد الاحتياجات من خلال توفير موارد مالية وتقييم الاحتياجات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولا طبعا ده يستلزم وجود خبراء متخصصين في استخدامات التكنولوجيا، ومنهم طبعا أستاذنا الدكتور طارق من هم الأساتذة اللي هم الداعمين بأبحاثهم العلمية المنشورة اللي تشرفنا ان احنا شفناها. لازم يكون عندهم الخبرة دي نتوصف في استخدام في المجال الاقتصادي او المجال المالي تحديدا. طبعا من ناحية التنسيق بين مختلف الادارات الحكومية بين الوزارات والهيئات والادارات المختلفة والمتنوعة، لازم يكون هناك في تبادل في المعلومات بين الافراد او في تعاون مشترك في المشاريع الانتاجية او المشاريع القومية، وفي تكامل بين البرامج المستخدمة في فترة التعامل المالي مع المواطنين، وده هدفه كله ان يكون في عندي استقرار مالي عن طريق اقلل في ازدواجية الجهد والوقت، وده طبعا لازم يكون هناك استراتيجية موجودة تشملها العمل مع الأفراد، عمل جماعي بكافة التخصصات العلمية. وأخيرا أنا يهمني أن يكون في عندي تخصيص للموارد، وطبعا ده لازم يكون استخدامات من أجل المنافسة عشان خاطر أحصل على أولويات الاستخدام في الموارد عشان خاطر ما يحصلش عندي زي ما تكلمنا في الموضوع الهاتف. طبعا ده لازم يكون عندي استخدام أو فرصة أن أستخدم أفضل بديل للسلع والخدمات الموجودة عندي. والحاجة الثانية أن ده كله ده لا يشمله التكلفة والمنفعة والعائد، وطبعا ده ممكن يخليني تتاح لي الفرصة أن أنا أستخدم البيانات الضخمة في تحليل كافة البيانات اللي عندي اللي هي المتاحة في ترشيد الإنفاق العام باستخدام الذكاء الاصطناعي. ما حبيتش أطول على حضراتكم كثيرا، ولكن أنا أترك الكلمة للأستاذنا الدكتور أحمد دخيل لإدارة باقي الجلسة، وإن كنت سعيد بتواجدي معكم في هذه الليلة المميزة لوجود أساتذة عظماء وأستاذة حضور، وأنتهز هذه الفرصة أن أدعوكم لزيارة مصر، تشرفونا وتنورونا، وهذه البلد ثاني لكم، وبلد ومصر والعراق دائما تجمعهما حضارة قوية عريقة تذكر بها الكرة الأرضية كلها. وشكرا لحضراتكم على هذه الفرصة، وتحياتي للسادة الحضور والحاضرين والموجودين معنا النهاردة. شكرا لحضراتكم. خالص الشكر والاحترام لضيفنا الكريم الأستاذ المساعد الدكتور نشأة إدوارد ناشد
على هذا التفصيل الرائع والاختصار والإيجاز الكبير للمعلومات حول موضوع كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ترشيد الإنفاق العام. فقد تحدث الأخ الكريم الدكتور نشأت عن التنبؤ بالاحتياجات المالية للحكومة عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيفية التوقع الإيرادات العامة بشكل عام ومنها بالتحديد الضرائب، وكذلك عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الفحص الضريبي ومنع التحايل الضريبي وأيضا في تخفيض النفقات العامة وتعظيم الإيرادات العامة في إدارة الموارد البشرية والحد من زيادة العمالة والاستغناء عنها بعمالة تقنية أو آلية وتحسين إدارة المخاطر واختيار المورد المناسب وتقليل الهدر المالي. حقيقة عندنا مجموعة من التساؤلات يعني أكيد من الأخوة الحاضرين لهذه الندوة، بالإضافة إلى الأسئلة اللي أنا ثبتتها على ما ذكر الأخ العزيز الدكتور نشأت، ونشكر على دعوته لنا للحضور إلى جمهورية مصر العربية. أيضا نتمنى بالمستقبل الندوة القادمة أن تكون ندوة حضورية، ويشرفنا أخونا العزيز الدكتور نشأت. شكرا مرة ثانية للأخ العزيز الدكتور نشأت، أرجو ألا يذهب بعيدا ليتمكن من الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي طرحت في هذا المجال. الآن ننتقل إلى المحور الثالث من هذه الندوة، وهو المحور الأخير، وهو تطويع الذكاء الاصطناعي للارتقاء بخدمات الإدارة المالية الحكومية. هذا المحور سيتولاه الأخ العزيز الأستاذ المساعد الدكتور علي عبد العباس نعيم، الأستاذ في كلية القانون بجامعة البصرة. قبل أن نفسح المجال له لإعطاء ملخص حول بحثه، نطرق بعض من تفصيلات السيرة الذاتية للدكتور علي. الأستاذ المساعد الدكتور علي عبد العباس نعيم هو عراقي الجنسية من مواليد 1984، وحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام القانون المالي من كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك، فيما حصل على طبعا 2022 حصل على ماجستير في القانون العام القانون المالي من كلية القانون بجامعة بغداد عام 2014، وكان قد حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من كلية القانون بجامعة البصرة 2007. لديه خبرة واسعة في التدريس، ولديه أيضا خبرات إدارية تمثلت بكونه ممثل قانون رئاسة جامعة البصرة، وهو تدريسي الآن على ملاك كلية القانون بجامعة البصرة، ولديه مجموعة من الاهتمامات البحثية نذكر منها التشريعات المالية والتشريعات الاقتصادية والسياسات العامة والإدارة الحكومية والدساتير المعاصرة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتحاسب الضريبي. حقيقة يعني معلومة أنه يعني دكتور علي هو من العناصر الشابة الكفوءة واللي نتوقع لها مستقبل زاهر في مجال البحث العلمي. أيضا هو لديه شغف بجمع المصادر، ولديه إمكانية بجلب أي مصدر بأي مكان كان، وبالتالي احنا بنحتاج أي مصدر في اختصاصنا في غير اختصاص. نطرق باب الأخ الدكتور علي عبد العباس ويأتينا المصدر بسهولة ويسر. الكلمة لكم أخي العزيز الدكتور علي، تفضل. مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم جميعا السادة الحضور. في البدء أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للراعين والقائمين على نشاطات مركز التعليم المستمر، لا سيما رئيس جامعة تكريت ومدير مركز التعليم المستمر الأستاذ الدكتور سيار عبد حسين. وأيضا لا يفوتنا أن نشكر
الجهد الفني والدعم اللوجستي للأستاذ محمد خالد. وأخيرا وليس آخرا أود أن أوجه باقات الشكر والامتنان والاحترام للأستاذ الدكتور أحمد الدخيل لجهوده الحثيثة في يعني جمع أوصال الباحثين وتقريبهم في هذه الأمسيات العلمية. وأيضا أود أن أوجه كلمة ترحيب وتحية للأستاذ مساعد الدكتور زيدون طارق المتحدث الأول في هذه الحلقة. ولا يفوتني أن أرحب بأستاذنا المحترم الأستاذ الدكتور نشأت إدوارد من جمهورية مصر العربية وكيل معهد العبور الذي تفضل بإلقاء المحاضرة توًا. محاضرتنا أو ورقة العمل التي نتشرف بإلقاها على مسامعكم هو إمكانية تطويع الذكاء الاصطناعي للارتقاء بخدمات الإدارة المالية الحكومية. في البدء لكوننا أساتذة في تخصص القانون أو باحثين فيه، دائما ما نردد مقولة أن القانون هو مرآة الواقع. هذه المقولة في الحقيقة لها دلالات متعددة، ولكننا سوف نسخرها أو نطوعها للغرض الذي اجتمعنا اليوم من أجله، هو هل يمكن أن يلاحق القانون الواقع بشكل فعلي؟ هل يمكن أن يتناغم القانون مع التطورات التقنية والتكنولوجية التي أذهلت البشرية جمعاء؟ فبتنا نسمع عن ثورة صناعية أولى وثانية وثالثة، وها هنا اليوم نحن نسمع بالثورة الصناعية الرابعة التي يقطف العالم ثمارها، التي تعتبر بحق بمثابة تسونامي تكنولوجي لما وصل إليه العقل البشري. بدنا نسمع بمصطلحات غريبة الكثير ربما لا يمكن أن يميز فيما بينها، بيج داتا، بيانات كبيرة أو ضخمة، وأيضا بلوكتشين، السلاسل أو الإمدادات، وأيضا الروبوتات والاقتصاد الذكي والاقتصاد الرقمي والحكومة الذكية والتقدم التكنولوجي والتقنيات وإلى آخره من المصطلحات الكثيرة. لا يمكن أن يقف المشرع بعزلة عن هذه الثورات أو عن هذه البرامج أو عن هذه الابتكارات. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن يعني تحميل الذكاء الاصطناعي مسؤولية قانونية عن قراراته إذا كان البشر يهدف إلى خلق رجل آلي أو ذكاء محاكي لذكاء البشر؟ هل يمكن أن يقوم يعني هل يمكن أن يتحمل هذا الذكي اصطناعيا تبعات ما يقوم به؟ وأيضا ما هي مجالات تسخير هذا العلم؟ هل لها حدود؟ هل تقف عند رفاه الإنسان ويعني الترويح عن النفس، مجال الصناعة؟ محاولة استكشاف التعناعي أو الذكاء الصناعي حاول أن يعطيه تعناعي وسط تم صناعة آلات تقوم هذه الآلات محاكية لتصرفات الإنسان ولكن بطريقة ذكية. أو البعض يعطي الذكاء الصناعي تعريف آخر هو بأنها أنظمة حاسوبية ليست بآلات، بمعنى أنها خوارزميات أو غير متفاعل مع تقليد عقلية الإنسان و يعني طريقة تفكير الإنسان. مهما يعني يقلد من خلال الآلات أو البرمجيات طريقة تفكيره ذاته، ربما هذا في الوقت الحاضر أمر بعيد المنال بسبب عدم الموثوقية بالذكي بقدر الموثوقية الموجودة في روبوت في الأخطاء
أو الاستغلال بالمقابل، فإن وصول الروبوت أو الذكاء الصناعي إلى الإدراك العاطفي مستقبلا ربما سوف تجعله يحب ويكره، وهذا قد يدفعه القيام بأفعال عدائية أو انتقامية أضرارا لمستخدمه أو للغير. إذن هناك مستقبل كبير وهناك أسئلة متعددة واسعة تطرح في سواء السوشيال ميديا، الصناعات، العمل الحكومي، مجالات التعليم، مجالات التدريب. لا نريد أن نطيل على حضراتكم، سوف بشكل مباشر. تم تقسيم ورقة العمل إلى على شكل مباحث. سوف نتناول في المبحث الأول ما أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في المالية الحكومية. نحاول فهم أو مصطلح يعني تعريف مبسط لغير المختصين، هي مجموعة سياسات والتحصيل أكبر قدر ممكن من الموارد وتوجيهها ليحقق أفضل تلك الموارد. وهذا الكلام طبعا ينطبق على يعني الموارد الحكومية ولا علاقة له بموارد الشركات أو موارد الأفراد. فبناء هذه الموارد والمنافع إعادة توزيع الدخل والتعامل بصورة كفأة مع تقلبات دورات الأعمال التي تطرأ يوميا على العمل الحكومي والنفقات الحكومية. يمكن أن تسهم البيانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي بصورة آنية في أكثر سياسات المالية، لأنكم كما تعرفون لا يمكن في أجهزة الدولة أو في أي وزارة أو في أي كلية أو في أي اعتماد على بيانات، فما بالكم إذا كانت هذه البيانات هي لشعب بأكمله أو لمحافظات أو لقطاع. سوف تكون يعني صعب توفيرها وصعب الاتيان بها بشكل دقيق وبشكل سريع وبشكل موثوق. أما الذكاء الاصطناعي أن يتخطى هذا التحدي وأن يأتي بهذه البيانات بصورة آنية وشاملة وصادقة، وأيضا وأن يفتحها بين أيدي متخمهيدة، وبالتالي اتخاذ التشريعات الملائمة أو إصدار القرارات المفيدة، وبالتالي تعزيز قدرة متخذي القرار وواضع السياسات في إعداد توقعات دقيقة سواء للموارد الحكومية، وذلك من خلال المتابعة اليومية للدورات الاقتصادية ونماذج الخطة الاقتصادية المختلفة وانعكاس ذلك على دخول الأفراد وأيضا أموالهم و التي سوف نعرج على بعض منها في التي تلعب دورا مهما في إعانة من يعد السياسة المالية ولا سيما المحاسبين والإداري تقليل العبء عليهم واختصار الوقت في سبيل اتخاذ قرارات صحيحة. فالحكومة بما تهم كل شرائح المجتمع من هذه السياسات، مثلا سياسات الحد من الفقر، سياسات مثلا معالجة بعض الأزمات كسياسات معالجة التغير المناخي، الجفاف، مسألة البطالة، مسألة قلة فرص التعيين أو التوظيف، وكل هذه الأمور هي يعني من ضمن المهمات المرور والتي لا تستطيع أن تتبرأ منها أو
سياسات كل خص ولا تهم قطاع معين وإنما تهم شعب أو دولة بأكملها. البيانات وأيضا الذكاء الصناعي في تحديد المستفيدين المستهدفين من الدعم بشكل صحيح. حيث يتم التعويل في الرم وتحديد هذا ما نلمسه بشكل حي ما يسمى بالتدقيق المتقاطع الذي يعني إدراج أسماء وحالات اجتماعية واقتصادية ومعاشية في قوائم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو أي وزارة تقوم مقامها تحاول أن تراجع بشكل معي وإمكان إبقاء ضمن هذه فئة الدعم أو إخراجها من فئة الدعم طبقا للأمور الطارئة التي تطرأ على أحوالهم، وأيضا تسهيل تحويل الدعم بأساليب أقل كلفة وأسهل في النفاذ إليها ولا سيما من خلال البطاقات الذكية أو البطاقات المحاور أو تقلل تكاليف وصول الإنسان المدعوم أو الإنسان المشمول بالدعم إلى حيث منطقة إلام مستحقاته المالية التي تبالغ الرعاية الاجتماعية ومبالغ الدعم، حيث سرعات فتح الحسابات البنكية أو المصرفية لجمهور مال المستفيدين الحقيقيين بشكل سلس وبشكل سريع. في هذا السياق يمكن أن نعض على جمع البيانات وتسهيلها كبيرة وعود الهند. كما تعلمون سيادتكم الهند تنافس الصين في عدد سكانها، فهذه البلدان بلدان مليارية وهي بلدان تعاني أيضا من الفقر وضمنها التخلف. الهند اعتمدت على مشروع واعد هي الكارتا الآثار كارت 3، هذه مشروع مليون بطاقة من خلال هذا البرنامج الذكي وتحويل المستفيدين في المناطق النائية والقرى الهندية بواقع 4 ملايين بطاقة أسبوعيا. معنى ذلك أن الذكاء الاصطناعي يصل إلى الكهف وإلى الجبل وإلى النهر وإلى القرية وإلى المدينة، فبالتالي تقريبا لا توجد صعوبات أمام طموح الذكاء الاصطناعي لخدمة الموضوع الآخر الذي أحببت ووددت أن أسلط الضوء عليه هو ليس فوائد الذكاء الاصطناعي فحسب ولا غيره، ولكن ماذا يحتاج الذكاء الاصطناعي لكي يتحول من حلم إلى حقيقة، لكي نلمس ثماره ونقطف ونجني هذه الفوائد التي تحدثنا عنها. شروط البنية التحتية لكوننا سوف نتحدث في صلب الذكاء المالي الاصطناعي الحكومي ولا علاقة لنا بالمجال الطبي أو الأجريكلتشر الزراعي أو الصناعي أو التعليمي لأنها مجال، وأيضا ضيق الوقت لن يسمح لنا بالاستفاق جملة مقومات أو نشروط لكي تنشئ بنية تحتية لازمة للتحول للذكاء المالي الاصطناعي. المطلب الأول أو المقاوم الأول هو ضرورة وجود رؤية قومية أو وطنية متكاملة للتحول الرقمي. لا فائدة من وجود باحثين أكثر ابتكارات ومختبرات قومية تحنا ما وصلوا إليه. فإذا كل التجارب العالمية الناجحة تركز على صعيد هو وجود ضرورة مشاركة جميع الأطراف المعنية بتبني الذكاء المالي الرقمي للعرق وتكون معي وإرادة حقيقية، لأن
الذكاء الاصطناعي وإدخاله وتطويعه بدل العمليات المالية التقليدية يتطلب إنفاق كبير ويتطلب تدريب ويتطلب أيضا حكومة رقمية ويتطلب أيضا شعب رقمي أو قف. هذا المقاوم الأول. المقاوم الثاني الحاجة إلى دعم البنية التقنية. البنية التقنية كما وهناك اتصالات وهناك مستلزمات بشرية من البنية التقنية يدخل فيها أنواع البنايات، يعني الاستعانة بالهندسة المدنية لتصميم البنايات الذكية، أيضا إعطاء للأشخاص ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة بكيفية التعامل مع هذه الخدمات المالية الذكية، كيفية الولوج أو الدخول إلى الأبنية الذكية، الأبنية الصديقة للذكاء الاصطناعي. جميع هذه الأمور لا يمكن أن تصلح البنايات القديمة أو البنايات التقليدية لاستيعاب أو الذكاء المالي الاصطناعي. ثالث الاعتبارات حماية الخصوصيات ودعم الأمن السيبراني. تعمل الحكومة على تسليم سجلاتها وملفاتها وأسرارها إلى القطاع الخاص غير الموثوق فيه أو إلى لا يأبه بمفهوم سرية البيانات تليجرام أو تباع بمزادات في ما يسمى يعني التزييف العميق أو الدارك ويب أو الدارك انترنت، السوق السوداء للانترنت. فهذا الأمر سوف يعني يعكس مردودات الذكاء الاصطناعي، بدل أن تكون نعمة سوف يتحول إلى نقمة. وهناك أمثلة كثيرة على يعني هذا الجانب تستخدمه دول الاتحاد الأوروبي وتستخدمه الولايات المتحدة على سد ثغرات الذكاء المالي الاصطناعي من خلال ضبط الحدود الجمركية مصلحة الضرائب الفيدرالية، لأن هذه الدوائر أو هذه الأجهزة سبق أن تعرضت لاختراقات وتمت سفات وبيعت في السوق السوداء. أيضا تدريب الموارد البشرية والتغيير وإحداث التغييرات المؤسسية. لا فائدة ترجع غير فائدة ذكية أو غير جدوى من إعطاء شخص غير مدرب برامج وخوارزميات عفوا وتطبيقات ذكية وهو إنسان غير مواكب لحالة الذكاء. أيضا التغيرات المؤسسية التي نقصد بها إجراءات السلامة، يعني نمر بحادثة أليمة لم يفق منها الشعب، هي حادثة الحريق في مدينة الموصل العزيز. أرجاء الضحى يعني عدم المسؤولية أو لا مبالاة جانب الذكاء الاصطناعي يحوي أجهزة تحتاج إلى تبريد، والأساتذة المتخصصين سواء أصحاب تخصص علم حاسب الحرارة، وأيضا طبيعة الأعطال وطبيعة المواد التي يمكن أن تخمد هذه الحرائق أو الأعطال التي يمكن أن تحدث بسبب الذكاء الاصطناعي. أخيرا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة المالية الحكومية. سوف أحاول أن أختصر قدر الإمكان في مجال معيار التخصيص. الأمثل للموارد الحكومية في المواعيد المحددة وبأقل تكلفة هي من معايير نجاح عملية إعداد وتنفيذ الموازنات الحكومية. هناك تحديان، تحدي الزمن وتحدي الدقة. غالبا ما تخفق الإدارات الحكومية التقليدية في النجاح، فهناك كما تعلمون تأخر كبير في إعداد الموازنات، وهناك إلحاقات متكررة إحصائيات وأرقام، ويعني لا يمكن الوصول إلى معيار النجاح الحقيقي. فالذكاء الاصطناعي يقدم خدمة مجانية
هو التخصيص الأمثل للموارد العامة وجمع البيانات بصورة سريعة ودقيقة وأمينة، لا تدخل فيها المجاملات ولا المحسوبيات، وأيضا بعيدة كل البعد عن المساومات وغيرها من الأمور التي تعاني ويسجل الإدارة. التطبيق المهم هو نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية. هذا النظام تعمل وزارة المالية في جمهورية العراق مع كثير من الوزارات على التدريب عليه لسنوات طويلة. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحاول إدخال هذه الوزارة في هذا البرنامج، يتم إنفاق على هذا البرنامج في سبيل الحكومة التقليدية إلى الحكومة الذكية أو الحكومة الرقمية. يعمل على وقت عمليات النظام التقليدي. احنا اختصر لانه ما ظل عندنا وقت كثير حتى نقدر ناخذ اسئله واستفسارات. ممكن الاسئله والاستفسارات ممكن اللي ما قدرتوا تغطونها بهذا الكلام. تمام دكتور، اشكر حضرتك التنبيه، والان سوف احاول ان اختم. سوف نحاول أن نختصر في هذه الدقائق القليلة مفهوم أو خلاصة ورقة العمل. لم يعد التحول إلى الاعتماد على التقنيات الرقمية خيارا العالمية والإقليمية والتقنية في إطار التوسع في استخدام التقنيات وتوافرها لدى نسبة كبيرة من المواطنين بكل دول حتى النامية والناشئ منها. فمن ناحية يسهم التوسع الاعتماد على التقنيات الرقمية في الحصول على المعشين منها السياسات والقائمين على تنفيذها من أداء دورهم بشكل أكثر. أعتذر وأعيد وأشكر مرة أخرى القائمين على هذه المية، وأشكر لكم حسن إصغائكم وسعة صدركم. شكرا جزيلا أخي العزيز دكتور، بل هو تفصيل وبيك وعنا بأنه يعني ضرورات الوقت تجب علينا أن نختار بعض من الأسئلة والاستفسارات، نستطيع أن نغطي معلومات أخرى. أنا أتمنى على الأخوة والأخوات الحضور معنا في الندوة إذا أكو أي أسئلة واستفسارات على اللي يبعثونها حتى نقدر نسأل. للأخوة زيدون عندي سؤال، إذا موجودين يعني دكتور زيدون راح أطرح الأسئلة للكل وبعدين نأخذ كل واحد من الأخوان يجاوبنا على الأسئلة. فالأسئلة بالبداية دكتور زيدون، الذكاء الاصطناعي هل هو برنامج لو هو تطبيق لو نقدر نوصفه لو يشمل كل هاي، ممكن يكون برنامج ممكن يكون تطبيق ممكن يكون موقع؟ السلام عليكم ورحمة الله دكتور، شكرا جزيلا على هذا السؤال دكتور أحمد الدفيعي. راح أوجه الأسئلة للكل وبعدين أعطيك المجال حتى تجاوب. لا السؤال الأول عندنا سؤال محمد الحيش الإسلامي في عمل في جمهورية مصر العربية من ذوي الإعاقة البصرية، يقول هل كان برنامج ذكاء اصطناعي أو تنبيه في هذا المختصر
شركة المستعامة أو أي مخلوق أو أداء أو شركة أو تنمر أو غيرها من هذا القبيل. والسؤال الآخر، هل عندنا مؤسسة تعمل أو مختصة بالذكاء الاصطناعي في العراق مثل عندنا بالدول الأخرى؟ عندنا الدول، عندنا بالسعودية مثلا قطر عندهم دائرة خاصة بالذكاء الاصطناعي، بالإمارات العربية المتحدة، كل فئات مختصة في هذا الجانب. هل عندنا بالعراق من الأسئلة التي تطرح هناك أسئلة أيضا مثل الدكتور بشات الورد والسؤال الأول للدكتور نجيب، يمكن التوفيق بين مستويات برامج أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي. قبل قليل الدكتور علي مبالغ طائلة بدون اتفاق، ومن ناحية أخرى احنا ندفع مبالغ عالية ووضع برامج وتطبيقات ممكن تكون من هذا الجانب. والآخر أيضا تقرر نشأت، هل هناك برامج للذكاء الاصطناعي مستخدمة في مصر فيما يتعلق بالتسجيل الإنذار في الوقت الحاضر؟ هناك يستخدم في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي لارتكاب الخدمات الإدارة المالية الحكومية؟ أما العراق لم يل هذا حتى هذه اللحظة. وهل هناك استراتيجية عراقية للذكاء الاصطناعي على غرار الاستراتيجيات اللي موجودة في الدول غير الدول الغرب أو دول أيضا دول العالم الأخرى؟ هل هناك استثناء في العراق أم أن الآخر الآن الدور لي الأخ الدكتور يجب أن يجب على الأسئلة وحبذا أن تكون مختصة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ الدكتور أحمد الدخيل على الأسئلة الرائعة، وشكرا للسادة المحاضرين على المحاضرات القيمة، وشكرا للسادة الحضور. بالنسبة الذكاء الاصطناعي باستخدام لغات البرمجة، وأكيد كيف هذا التطبيق ممكن يكون embedded system، يعني تطبيق مضمن على رقيقة إلكترونية، رقاقة إلكترونية مثل موجود في السيارات اللي هي driving car، مثل application تطبيق موبايل، وممكن يكون الديسكتوب بالقناه على اللابتوب او الديسكتوب. هذا فيما يخص السؤال الاول، يعني اسمع تزين بس يعني اعتقد سمعت انه هو كان صارية او شيء شيء دكتور. بالضبط دكتور، هو يعني هل اي نعم بشكل وسيلة إنذار للشركة المجتمعية بأنها تعرف لها بأنها معينة. أستطيع على هذا السؤال طبعاً ذويلي عاقل، يعني المواضع اللي هي خلينا نقول تريند في 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 المجال البحثي هي لمساعدة ذويلي عاقل بأنواعها، خلينا نقول أو في مجال الطبي. يعني مثلاً أتذكر برنامج زائرين في دول واحد من المرضى، هذا المريض مستخدم تقنية برين كمبيوتر هي استخدام إشارة الدمار. أكو ناس خلينا نقول هم يسمون توتالي بارالايز أو توتالي بارالايز، يعني خلينا نقول أطراف كلها ما يقدر يحرك، يقدر يحرك رأسه، فممكن إنه يستخدم إشارة الدمار خلينا نقول لتحريك، خلينا نقول فد كرسي تحرك أو
إذا يكون شوي لعاء أقل مثل الفحوث اللي يشتغلون عليه، اللي هو يستخدم حركة العين للكتابة على الكيبورد، شلون كيبورد الموبايل بس تتومض، والحرف اللي يسوي عليه فوكس خلنا نقول اللي كان يكتب فد مسج، خلنا نقول العائلة ما تيح، أو ممكن يكون استخدام إشارة الصوت مثلاً أو إشارة الدمار لتحريك الأجهزة المنزلية أو روبوت أو هذا فيما يخص السؤال الثاني دكتور. فيما يخص السؤال الثالث اللي هو هل وجز أو فد دائرة أو خاصة بحادث الذكاء الصناعي، هذا علم خاصة الذكاء الصناعي بالعراق، ربما يكون موجود مثلاً وما أدري به، بس إحنا حالياً في جامعة تكريت عندنا جروب بحثي مختص بمجال الذكاء الصناعي، وهسه حالياً خلينا نقول رسمي هذا الجروب لو جروب يعني بناتكم حضراتكم والله لا دكتور جروب رسمي وعرض ليس بالتوب تين بالجامعة دكتور محمد أكثم واني محدثكم بالش اسمه يعني احنا اول ثلاثة خلينا نقول على مستوى الجامعة بالمجال البحثي، فخلنا نقول جروب الذكاء الصناعي في جامعة تكريت متصدر خلنا بي ويعني متعاونين بالخارج أو جامعة بغداد، فقط هو الجروبات البحثية ما تعتبر يعني فعلا بحاجة هذا الجانب مثل الدول الأخرى من أنواع الكماليات. والله دكتور يعني خير دليل إنه موضوع الذكاء الصناعي جدا مهم، هو جنابك سوي عمل عن الذكاء الصناعي، فإحنا فعلا نحتاجين خلينا نقول في المؤسسة أو في المركز يعني يعتني بأبحاث الذكاء الصناعي، لأن هذا جنابك المجالات وحضرتك هذا الموضوع. قبل لما حقيقة أحبذكر أنه لسان الدكتور نزار الدخيل أيضا هو أحد الباحثين المتميزين اللي وقع جارك، هو الباحثين المتميزين في مجال الذكاء الصناعي اللي هو يشتغل بالموضوع فحفي وبصمته موجودة على الصناعي. شكرا جزيلا. الدكتور زيدون طارق عبد الوهاب على هذه الإجابات الكافية. الدور لكم أخ العزيز دكتور. أنا دكتور نشر أستاذ محمد دكتور نشر أنا لغات دكتور نشر مني مايك ما مفتوح أعتقد، بس افتح المايك وتجاوب. دكتور علي أظهر لي عنده إشكال، دكتور علي تقدر تجاوب على أسئلة من الحلقة. سمعني كده؟ دكتور سمعني؟ تفضل دكتور. أعتقد أن السؤال الأولاني اللي هو كيف يتم التوفيق بين مقتضيات ترشيد الإنفاق العام وارتفاع
تكلفاتك البرامج ليست مكلفه بالنسبه للعام، فبالتالي من السهوله جدا التوفيق بين استخدام البرامج اللي هي خاصه بتشغيل الانفاق العام لارتفاع المردود الاقتصادي للدوله من استخدام هذه البرامج. السؤال الثاني، هل هناك برامج الذكاء الاصطناعي مستخدمه بالفعل في موجوده في بعض الشركات؟ وانا كنت لي حظر ان زرت احد الشركات كانت بتستخدمها في المخزون، الشركه كبيره دوليه النشاط، شركه مصريه 100% دوليه النشاط، وكان متصور كده طبعا عشان الناس اللي هم يحضروا حاضرين معانا ان هو كان بيعطي امر تحميل بضائع من المخزن على متن الحاويات استعدادا لسفرها للخارج، وهو كان متصور انه ولكن البضاعه متحركه على سيور ومخمه جدا منظمه، يعني بالتالي يعني ببساطه كده الموظف يدي الامر ويروح البيئي استعدادا لسفرها خارج البلاد. بس يعني كده من تسمعني؟ عفوا دكتور اذا تسمعني، هاي شركة لا انا اقصد هل هناك برامج للذكاء الاصطناعي في مصر مستخدمة في مجال ال يعني كدوائر رسمية؟ اتجهنا من الشركات، انا اقول بانه يعني مصر من الدول اللي قطعت اشواط الاتمتة بالجانب المالي وخاصة بالجوانب الضرائب، فهل تخدم احنا عندنا فعل عندنا فعل الحاجة. هل الذكاء الاصطناعي في مجال ترشيد الانفاق؟ بالنسبه لمصر استعمال التحول الرقمي بشكل رهيب في كافه مؤسسات الدوله، ولكن كبرامج ذكاء اصطناعي تحديدا في استخدام لم يسمى بهذا اللفظ اللي هو الاي اي، لكن متى نشت على هذه الإجابات الوافية والكافية. أدور لكم أخي العزيز الدكتور علي، لقد فصلتم الكثير من المعلومات اللي تتعلق ب دورها دور الذكاء الاصطناعي في بوبي البيانات وإعطاء إحصاء يمكن معالجة الكثير من المشاكل التي تتعلق بالبطالة والفقر والبيئة، الدعم المالي بشكل صحيح، عرجتها قومية وتقنية وحماية الخصوصية والموارد البشرية وكذلك التطبيقات، فيا حبذا لو تجبنا على الأسئلة التي وجهت انها لجنب. الو دكتور علي تسمعني؟ استاذ محمد دكتور علي بعد ويانا لو طلع؟ الله سوف يجيب على أسئلة يعني بالعمق، وهو سؤال يعني محرج للأجهزة الحكومية
أو للدوائر الحكم محرج للباحثين، لأنه مثل ما تعرف حضرتك كل الآن دول الجوار لديها علاقة موضوع حكومة المواطن الإلكترونية التي تشكل نواة للحكومة الذكية، أي اهتمام حقيقي لا من خلال تدريب يعني الموارد البشرية ولا من خلال يعني نواة أو العتبة الأولى أو المنصة الأولى للدخول بالحكومة الذكية. حكومة المواطن للأسف تطبيقاتها محدودة جدا في مجلس القضاء الأعلى، الحجز على جوازات على مواعيد الزواج أو الزواج أيضا على مراجعة دائرة الجوازات، وأيضا كوزارة التجارة البطاقة هذه لا يمكن يعني أن تصل إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي تقليل الجهد والاعتماد على الآلة، فبالتالي دون الحضور المال ولا لما يعني بعد هذا لا توجد استراتيجية مؤثرة. وأشكر لكم يعني حسن الاستماع وحسن الإصغاء. ألف شكر دكتور علي، والشكر موصول للأخوة الأعزاء دكتور زيدون طارق عبد الوهاب نشط أدوار ناشد على هذه التفصيلات والإيضاح. وفي ختام هذه الندوة لا يسعنا إلا أن نتوجه كذلك لحكومة جمهورية مصر العربية، باعتبار أن المشاركين من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، لوضع استراتيجية هاتين الدولتين للذكاء الاصطناعي، وكذلك لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال المالي بشكل عام وفي مجالات النفقات العامة والإيرادات العامة. وكنتمنى أيضا أنه يتم إنشاء هيئة بالذكاء الاصطناعي لكي تتولى عملية الالتقاء أو التحول بالخدمات المالية إلى مستوى قريناتها في الدول المتقدمة أو حتى دول الجوار التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا الجانب. شكرا الجميع، ولا ننسى أن نشكر أيضا الأخ الأستاذ هذا محمد الندوة، والسلام عليكم ورحمة شكرا جزيلا سيدي.